أنت ودلدل اليوم مضطربان، ما الذي يجري يا مختار؟ لا أعلم ما بها، دلدل اليوم مشوشة ومضطربة. أهي أسرار؟ أنا غريبة بينكما؟ ماذا تقصدين؟ أنت تخفي سراً ما عني، فلا تمتعد ولا تعاتبني إذا قابلتك بالمثل. ما حسبتك ثرثارة يا عمرة، فما سبب سوء الظن هذا؟ ليس سوء ظن يا مختار، بل هذا ما عرفته من أحوال دلدل في بعدك وقربك. ما ألاحظه هو أنها تنقلب أحوالها عندما تكون أنت في أزمة، كأن شيئا ما عقد بين روحيكما فجأة، كأن ما بين روح دلدل وروحك أنت اتحاد غريب. أنت تبالغين يا عمرة، إن دلدل هي اليوم موجوعة، فلو كان لها لسان لنطقت. تكلم عوضا عنها يا صاحب اللسان. كفي عن هذا يا عمرة، لا تجعليني أصدق ما كان يعتقده عوام القدماء عن عقل المرأة حتى لو وصلت إلى قمة الكمال. وأخيرا قد أماط المختار اللثام عن وجه حقيقته ليثبت أنه متحجر الفكر. أهذا كل ما توصلت إليه بكل مجاهداتك ومغامراتك؟ أهذا أنت المختار نفسه؟ أم رجعت إلى العصور التي كانوا يرون فيها المرأة سوءة؟ عمرة، كفي عن التعريض بي. حسنا، إذن لا تنتظر مني الإطاعة والمتابعة بعد اليوم. أتهددينني؟ أين عمرة من التهديد؟ فلو كنت من الذين يتعاملون بالتهديد والوعيد لكنت قد استعملت ذلك عندما كان أبي أميرا على الكوفة. الآن أنا من عامة الناس، فما الذي يستطيع أن يعمله تهديد لرجل قوي مقتدر مثلك؟ أنت لست على ما يرام. أحسنت، أحسنت يا مختار، لقد فهمت جيدا. هذا من أعمال الرجال. أين ضربي؟ الكاذب كثير النسيان، ألم ترسل ضربيا إلى الخفارة؟ هل نسيت ذلك؟ لا شك أنك جننتي. وأنت لست المختار الذي أعرفه، فمنذ دخلت اللفقاء وأنت مضطرب مشوش. لم يطاوعني هذا القلب أن أتجرأ وأسألك عما بك. أرانا قد تبعدنا كثيرا ولم أعرف السبب، وكأن كل هذا ليس من حقي أبدا. أنا أرثي لما آلت إليه حالي يا مختار. ما أعانيه ليس من العدل أو الإنصاف، ليس من العدل والإنصاف أبدا. أنت متوهمة أيتها المجنونة. لم أخفي عليك شيئا حتى الآن، ولن أخفي عليك شيئا. أما اضطرابي وتشويشي في هذه الأيام فسببه التخوف من سر لم أطلعك عليه كي لا يلازمك الخوف كما يلازمني. وما الذي يخيفك؟ أخبار مكة.
فإذا لم يؤيدني السيد ابن الحنفية سيتركني أنصاري جميعا. أوليس لديك حكم منه مكتوب بخط يده؟ عندما أعطاني الحكم لم تكن قد وقعت واقعة عين الوردة، وأنا أخشى أن يكون ابن الحنفية قد تألم من تلك الحادثة الأليمة، وأن يكون قد ساءه عدم وقوفي إلى جانب سليمان في تلك المعركة. هذا فقط؟ أجل، أحلف بحياة عمرة. وحياة عمرة. كأنه صوت حرة تبكي. سأذهب إليها قبل أن تحطم شيئا. أهلا وسهلا، شرفتم. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضلتم. أهلا وسهلا، تكرمتم. يا الله، تفضلوا. تشرفنا بزيارتكم من أجل كسب التكليف. أي تكليف يا مؤمن؟ هل أنتم على معرفة بالمختار الثقفي؟ أجل، المختار هو من شيعتنا، وهو من محبي والد الإمام علي. كيف هي أحواله؟ بخير والحمد لله، وهو يدعي أنه مكلف من قبلكم بالقيام في الكوفة. إن صح ما يدعيه فالشيعة في العراق سوف يبايعونه وينهضون معه. هل أعطيتموه حكما يا سيدي؟ وهل هو أمينكم ووزيركم حقا؟ ما هذا السؤال؟ سليمان بن سرد الخزاعي رحمه الله، الذي قد نهض في الكوفة، هل كان يحمل حكما من قبلنا؟ محاربة قتلة أخي واجب شرعي، واجب سقط عني وسقط عن ابن أخي زين العابدين السجاد، سقط شرعا. إذن إن صدق فهمي من فحوى كلامكم يا سيدي أن المختار كذاب ومزور لأنه يحمل معه حكما بخط يدكم وبختمكم، يقول إنكم قد عينتموه أمينا ووزيرا في الكوفة، فإذا كنتم لم تمنحوه ذلك الحكم إذن لابد أن الحكم مجعول ومزور. إلهي، أنت غفور رحيم وعالم بالأمور. إلهي، اهدنا إلى ما تحب وترضى. إلهي، آمين. لأي أمر دعاكم المختار نيابة عني؟ بالحكم المختوم بخاتمي. قد دعانا للقيام للأخذ بالثأر والقصاص من قاتلي أخيكم الشهيد الإمام الحسين. قفوا معه وأعينوه ليعينكم الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. من العراق إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، كنت أفكر بصحة ادعاء المختار وسقامه. كنت أخشى أن يكون أبو إسحاق كاذبا،
أما الآن وبعد أن سمعنا رأيكم فسوف تنهض شيعة العراق متكاتفة مع المختار في هذا القيام لينزلوا القردة الذين قد تسلقوا منبر رسول الله وليقتصوا منهم لجرائمهم في سفك دماء أهل البيت بعون الله. اخفض صوتك يا عبد الرحمن، نحن هنا في مكة ونحن في حصار آل الزبير. دمر الله قصور ظلمهم. آمين يا رب العالمين. إلهي آمين. يا غفار يا غفار، خلصنا من الأوثان، خلصنا من الأوثان. يا غفار يا غفار، خلصنا من الأوثان، خلصنا من الأوثان. يا غفار يا غفار، خلصنا من الأوثان، خلصنا من الأوثان. يا عبد الرحمن، لماذا لم يصرح محمد بن الحنفية إن كان قد أعطى المختار حكما أم لا؟ التقية التقية، آلوا الإمام علي مظلومون الآن أكثر من أي وقت، هم الآن في أشد حصار على يد هؤلاء القردة. ما حكاية هؤلاء القردة ومنبر رسول الله؟ كان الرسول صلى الله عليه وآله قد رأى في الرؤيا يوما تتسلق فيه القردة منبره الشريف، وأنا أقسم بالله هذا هو تعبير رؤيا الرسول وقد صدق اليوم، وقريبا سوف يحطم أبو إسحاق بمؤازرتنا هذا الحصار. أيها الإخوة، صححوا نياتكم، صححوا نياتكم واطلبوا الغفران في طوافكم لتشكيككم في دعوة المختار، فالمختار منزه عن الكذب أيها الإخوة. وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. ها قد تغير والي الكوفة مرة أخرى وعادت مشاكل المختار. لماذا أتيت؟ يا أبا إسحاق، جئت أحمل لك خبرا من أمير الكوفة. قل ما لديك. لقد أوصلوا له أخبارا جعلته يظن أنك جمعت في دارك جيش الشام كله. جيشي أنا جيش غير مرئي يا زائدة، وأعلم أنني قد علمت جيشي أن يحضر عند الحاجة. ما هو خبر أميرك؟ أجل الخبر. الأمير يقول لك: ألا تريد أن تؤدي حق الصداقة فتأتي لزيارتنا يا مختار؟ إن كان حبل مودتنا قد قطع في مكة، إلا أن ابن مطيع هو الآن ضيف علينا في الكوفة، والمروءة توجب علينا زيارته. حلو، أين أنت يا حلو؟ ماذا تريد سيدي؟ أسرج فرسي. في الحال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. برد برد، البرد. ما الذي أصابك؟ البرد منذ وقت، وهذه الوعكة تعاودني، أحس بالبرد الشديد. حلو حلو، ما الذي أصابك سيدي؟ سيدي أحس بالبرد الشديد، آتني بغطاء، آتني بالقطيفة. حسنا، إذا ما معشر تركوا نداهم ولم يأتوا الكريهة لم يهابوا،
أبلغ أميرك أني سأزوره بعد التحسن. بقراءتك تلك الآية قد أفهمته جيدا. ماذا تعني؟ لو لم تقرأ الآية لجاء معنا. ألم ترى كيف كان يرتعد؟ ألم ترى حاله وضعفه؟ أجل، لقد رأيت من المختار جنازة، ولكن ثق بي فلن أقول للأمير شيئا من تنبيهك للمختار بالخطر. هل أنت من أنصار المختار؟ الغلبة سوف تكون مع المختار. كيف؟ إنه أشد ذكاء من الأمراء الذين حكموا الكوفة، كلهم قاموا بمعاداته وحاولوا قتله أيضا، لكنهم لم يظفروا به. أنا على ثقة من أنه سيتمكن من السيطرة على الكوفة. أجل، هذا صحيح، إن انتصاره سيتحقق بلا أدنى شك بجيشه من أمثالك. أنت أحد مقاتلي هذا الجيش يا زائدة. فجأة رأيته يرتعد ويرتعش، صار لونه كالزعفران، كانت تنتابه هذه الحالة وهو في السجن. يبدو لي أن المختار مصاب بداء خطر وعجيب. المختار لا يريد أن يستسلم، لكن أمره على وشك أن ينتهي يا أمير. المختار لا يؤثر فيه شيء يا زائدة، وهذه الرعدة والحمى اللتان نزلتا عليه من الغيب ما هما إلا من حيله، أراد أن يخدعك بهما. هل فهمت؟ إذا كان لديه جيش خفي كما يدعي، فما الداعي لاتخاذه الحيل يا أمير؟ أنا لا أشك في كياسة المختار، وأيضا لا أشك في ذلك المرض. فلو افترضنا أن رعشته مفتعلة، فهل يمكن أن يغير لون سحنته؟ أجل، قد تكون الرعشة حيلة، ولكن هل يكون اصفرار لونه حيلة؟ حسنا، عندما يقول زائدة إن المختار مريض، علينا أن نصدقه جميعا. انصرف. يبدو أن صداقتنا مع المختار لم تعد نافعة، أليس كذلك؟ ماذا تريد أن تفعل مع المختار يا أمير؟ يمكننا المساومة معه، ولو أن ابن يزيد اللعين لم يرفع شأنه بحبسه لا استطعنا أن نعقد معه صفقة جيدة. المختار الآن يرى نفسه الأقوى يا أمير، ويعتبر نفسه زعيم الشيعة في الكوفة. منافسه الوحيد كان سليمان الخزاعي، وقد قتل وأنت تعلم، وعلى حد علمي معظم قبائل الشيعة قد بايعته واتحدت معه. ليتنا نستطيع أن نفتعل له منافسا. هل أنت واثق من اتحاد جميع قبائل الشيعة معه؟ أجل يا أمير، باستثناء قبيلة أو قبيلتين، كل القبائل قد اتحدت معه. ما هي تلك القبيلة أو القبيلتان؟ إحداهما قبيلة النخعيين، والقبيلة الأخرى قبيلة عبد الرحمن الشبامي. من هو رئيس قبيلة النخعيين؟ إنه إبراهيم بن مالك الأشتر. أنا العباس بن علي بن أبي طالب، هل أنتما تحرسان النهر؟ أنا إبراهيم يا عباس. إبراهيم؟ أي إبراهيم؟ إبراهيم ابن مالك الأشتر. يا للعجب،
إذا لماذا أنت جالس؟ انهض يا إبراهيم، سيد الإمام الحسين ينتظرك. لا أستطيع يا عباس، أنا مشلول ومقعد، قدماي لا تقويان على حملي. هل يستحسن بمثل ابن مالك الأشتر أن يجلس في بيته ولا يلتحق بركب نينوى؟ انهض يا إبراهيم، أعطني يدك، انهض، هيا. إبراهيم، إبراهيم، نحن فتيان قبيلة النخعيين ولسنا أعداءك، أنت رئيسنا وزعيمنا، جئنا لنستفسر عن واجبنا. اسألوا شيوخكم، هم يعلمون. شيوخنا يريدون منا أن نبقى رعاة وفلاحين. هذا هو الصواب، البركة والخير في الأرض. شيعة الكوفة كلهم قد خرجوا إلى الميدان، ألائق أن يبقى فتيان قبيلة النخعيين منشغلين بحرث الأرض؟ يبدو أن النعمة غرتكم، فجئتم لأجل الحرب. أنا الآن لا أقصد الحرب مع أحد، حتى إذا كانت الحرب ضد قتلة الإمام الحسين. اسمع يا هذا، أنا قد أتممت الحجة على آبائكم من قبل، ولي دم الإمام الحسين، الإمام السجاد، هل فهمت هذا جيدا؟ ما دام الإمام لم يصدر حكما بالجهاد، سيوف النخعيين ستبقى في أغمادها، فمن يريد منكم أن يثير الفتنة؟ فليس منا. اذهبوا ولا تزيدوا آلامي أكثر من هذا. مع السلامة. ليتني أستطيع أن أكون بلسما لجراحك. ماذا تفعل بنفسك يا إبراهيم؟ أنا مقعد مفلوج، أنا شيخ عاجز، أشعر وكأن قدمي على حافة القبر يا راحلة. لماذا لا أستطيع فعل شيء؟ لماذا أنا مقعد؟ لماذا سيف ابن مالك الأشتر نائم في غمده؟ لقد زنجر سيفي هذه المدينة التي فلقوا فيها هامة إمامه ومراده، ورفعوا رأس ابنه الإمام الحسين على الرمح وأداروه في أزقتها. ما هذا الهواء المسموم؟ أنت ملتهب بالحمى وقد تصاب بالبرد. راحلة، إنه محموم. انهض لأضع رجليك في الماء البارد. انهض يا إبراهيم. الماء البارد قد يطفئ حرارة جسمي، ولكن ماذا عن التهاب روحي؟ روحك ستستقر إن شاء الله.
أستطيع أن أقف مكتوفة اليدين لأرى زوجي يذوب كالشمعة لحظة بعد لحظة. أقسم بالله إن لم تبادر سأشد الرحال وأسافر إلى المدينة بنفسي كي أتحدث إلى الإمام زين العابدين. اهدأ يا راحلة، اهدأ يا زوجتي، الفرج آت قريبا. إنه زائد بن قدامة حاملا رسالة من أمير الكوفة الجديد. الضيف عزيز أيا كان، دعه يدخل. أمير الكوفة يبلغك التحية ويرى أنك زعيم الشيعة في الكوفة، ويود أن تكون مستشاره في تسيير أمور المدينة، وهو يرى أن مطالب الشيعة محقة ويريد أن يساعدكم في ملاحقة قاتلي الإمام الحسين والاقتصاص منهم. يجب عليك أن تزوره لتساعده في هذه المهمة. ألست أنت ابن عم المختار؟ هذا صحيح. بلغني أن زعماء القبائل قد التفوا حول المختار بعد سليمان رحمة الله عليه، وأنت ابن عمه، فلما لم تلتحق به لتكون إلى جانبه فيما ينوي فعله؟ السياسة قد علمتني أن أتبع مصالحي حيث كانت يا ابن الأشتر. أنا مستعد أن أقف إلى جانبكم ولكن بشرط. وما هو الشرط يا إبراهيم؟ أن تعطوني قيادة الجيش. شجاعتك وبراعتك وجدارتك أيضا لا تخفى علينا أبدا، فأنت ابن مالك الأشتر، ذلك البطل الذي كان الساعد الأيمن للإمام علي بن أبي طالب. لكن زعماء الشيعة قد بايعوا المختار، وهو أمين محمد بن الحنفية، حملنا هذه الأمانة وطلب المبايعة. لدي مكاتبة مع الإمام وعمه محمد بن الحنفية، ولكنهما لم يذكرا شيئا عن المختار. سيد المختار سيدي، آخ يا دربي، لقد عجزت يا دربي، أنفاسك تتصاعد. سيد المختار ما الخبر يا دربي؟ لقد جاءوا يا سيدي. جاءوا؟ من هم؟ لقد جاءوا أولئك الذين كنت في انتظارهم. أنا لم أكن أنتظر إلا كيان. وكيان معهم أيضا يا سيدي. ما هذه الكلمات المتقطعة يا ضربي؟ تكلم جيدا كي أعرف ما الخبر. دعني أجر أنفاسي أولا، أكاد أموت من فرط الرقد. تقبل الله حجك. الخيل مكانها في الإسطبل لا في ساحة البيت. يا مختار، أرجو أن تصفح عني، غادرت دون علم أحد، والرحلة رحلة كشف يا أبا إسحاق. وفي الكعبة هناك استغفرت ربي وطلبت منه أن يمنحني شجاعة مواجهتك، وقد عاهدت نفسي أن أقبل يدك. لا يا حاج لا، ما الذي تفعله؟ أنت تحرجني. نحن قد ظننا بك سوء يا أبا إسحاق،
لكن سيدنا ومرشدنا محمد بن الحنفية قد أرشدنا أن المختار لم يكذب والحكم لم يكن مزورا. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. السيد هو الابن البار لحيدر الكرار، فإذا قال إن اليد التي ختمت على ذلك الحكم هي دون شك يد الإمام علي، وأن لسانه هو الذي أقره، أتصدق؟ إن المختار الثقفي إذا قال الضحى ليل أصدقه، أجل أنا أصدقه. أتريد أن تعتزل كي تترك الساحة لمنافسيك؟ إذا ترك إبراهيم بن مالك الأشتر الميدان فلا بد أن يتربع فيه المختار الثقفي ليصول ويجول. يا إبراهيم، أين المختار منك؟ فأنت زعيم قومك يا إبراهيم، وقبيلتك تحمل اسم أبيك سيد العراق كله. هل من الحق أن تترك هذا المقام للثقفيين؟ ألم تعرف أن المختار يحلم بالسيادة على العراق؟ فلو كان المختار يريد الانتقام لدم الإمام الحسين لوقف إلى جانب سليمان، ولما تركه في معركة عين الوردة بلا معين. يا أبا قطن، هل جئت تحمل رسالة أمير الكوفة أم جئت كي تغتاب المختار؟ أمير الكوفة ينتظر لقاءك بفارغ الصبر ليتحدث إليك، فلماذا لم تلبي دعوته يا إبراهيم؟ حسنا، دعني أرتدي ثيابي. أحقا أنت عازم على زيارة أمير الكوفة؟ أجل، وهل في هذا عيب؟ لا تخلو زيارتك من الإشكال، ها أنت تشكك الآن في صدق المختار لأنه قد بايع الزبيريين، وأنت تريد أن تقترف نفس الخطأ يا إبراهيم. أجل، أنا أعرف ذلك، وأعلم أن آل الزبير لم ينسوا بعد يوم الجمل، ولكنني عازم على أن أرى ما هو عزمهم على الوضع الذي نحن فيه، ولست ذاهبا لأبايع يا راحلة. إبراهيم، المختار الثقفي وأنصاره قد جاءوا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني قد بعثت إليكم بوزيري وأميني ونجيي الذي ارتضيته لنفسي، وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي، فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك، فإنك إن نصرتني وأجبت دعوتي وساعدت وزيري كانت لك بذلك عندي فضيلة، ولك بذلك أعنة الخيل. وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه بين الكوفة وأقصى الشام علي الوفاء بذلك على عهد الله، فإن فعلت ذلك نلت به عند الله أفضل الكرامة، وإن أبيت هلكت هلاكا لا تستقيله أبدا، والسلام. هل السيد نفسه هو من أعطاك هذا الكتاب؟ لا، كنت قد كتبت له كتابا وطلبت منه أن يطلب منك هذا، وقد أرسل لك هذا الكتاب. ولكن بيني وبين السيد مراسلة، وهذا الكتاب يختلف عن سائر كتبه إلي. وكيف؟
إن كتب السيد لي كانت دائما باسم محمد بن علي لا محمد بن المهدي، فمن أين جاء اسم المهدي هذا؟ هذا سر بيني وبين السيد، فقد اتفق معي أن تكون كتبه لي بهذا الاسم كي أطمئن على أنها من جانب السيد نفسه، وإلا كانت الكتب من غيره. إذن اسمح لي أن أكتب للسيد كتابا أستفسر منه وأكتسب التكليف. افعل ما تراه، لكن اعلم أن المراسلة سوف تستغرق شهرين لكسب التكليف، ونحن نريد أن نبدأ بالقيام في هذه الأيام بعون الله. لدينا أخبار أن العدو على علم بعلاقاتنا واجتماعاتنا السرية، فابن مطيع أمير الكوفة رجل سياس، وقد أخذ يبدي التعاطف معنا ويتنازل أمام مطالبنا التي اعترف أنها محقة لينفذ إلى صفوفنا، وقد حقق بعد التقدم بهذا الشأن، فإن استمرت هذه الحال سينخر صفوفنا. لا ينبغي أن نترك له الفرصة، وإلا حلت بنا مصيبة كمصيبة مسلم بن عقيل. يا إبراهيم، أقسم لك إننا كنا قد شككنا في أقوال المختار في بادئ الأمر، فذهبنا إلى المدينة ثم إلى مكة وتحدثنا إلى الإمام السجاد وعمه الكريم محمد بن الحنفية. المختار هو أمينهما وموضع ثقتهما. أما أنا فقد أتممت الحجة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني في غنى عن الشكاكين والمترددين. مهلا مهلا. مد يدك يا أبا إسحاق. مرحبا. طيب الله. على الخير والبركة. مبارك لنا هذا الوفاق. طيب الله. بالتوفيق بإذن الله يا إبراهيم. لدي خبر يا أمير. ماذا؟ هل بدأ المختار بالقيام؟ لا يا أمير، لكن إبراهيم الأشترى قد بايع المختار. حسناً، لا فرق، مبايعة إبراهيم الأشتر للمختار الثقافي تعني القيام. ألم تقل إن إبراهيم مغرور ومتشدد ويرى نفسه بما يتمتع به من شرف أبيه؟ أحق من المختار بالزعامة ولن يخضع له؟ إذا ما الذي يجري يا ابن مضارب؟ هل كانت معلوماتك خطأ؟ هل تكلمت على الفور؟ أنا نقلت لكم ما سمعته من أبي قطن. أنتما من قماش واحد. يا أبا قطن، بعد كل هذه السنين من معاشرتك إبراهيم الأشتر، كيف لم تعرفه جيدا؟ المختار قد خدع هذا الشاب يا أمير. كيف؟ المختار سلم إبراهيم كتابا من محمد بن علي يطلب منه مبايعته، ولكنني سمعت من إبراهيم أنه يرفض مبايعة المختار. ما هي حدود صداقتك مع إبراهيم؟ لا أستطيع أن أحددها، لكننا منذ سنين ونحن في حشر ونشر، وتحديدها صعب. ما أقصده هو، هل يتقبل كلامك؟ كان يسألني عن أحوال الكوفة أحياناً، وأخيراً سألني عن المختار، وبكل صراحة سودت صحيفته لديه. قلت له المختار هدفه الحكم، ودم الحسين ليس إلا ذريعة، وإبراهيم كان يهز رأسه مصدقاً كلامي. كيف أحوالك يا أبا قطن؟ لله الحمد أنا بخير. تبدو على ما يرام يا إبراهيم. أجل. الشكر لله.
صدقني يا إبراهيم، عندما كنت أرى شبل مالك الأشتر معتزلاً الميدان كنت مغموماً. فالكوفة تحتاج إلى أمير قائد مثلك. ما هي أخبار قصر الكوفة وأميرها؟ قصر الإمارة هذه الأيام قد صار مثل خان المسافرين، من يفد عليه يعلم أنه راحل منه غداً. الكوفة تريد رجلاً يعرف رائحة ترابها ويكون قد تربى على لبن جاموسها وعام في فراتها فأصبح ماهراً. قسماً بالله هذا الرجل هو أنت يا إبراهيم، ليتك لم ترضخ لمبايعة المختار. فأنا لم أصدق أنك استسلمت لمجرد رسالة مزورة. لا فرق لدي إن كانت الرسالة مزورة أو حقيقية، فأنا قد تقبلت الرسالة لأتخلص من الشيطان. أي شيطان يا إبراهيم؟ المختار أراد أن يقضي عليك وعلى قوة عشيرتك برسالة مزورة. لماذا لم تذهب إلى ابن علي لتكسب التكليف بالواجب؟ دع هذا سرا بيننا. افتعال منافس للمختار قد يكون فكرة جيدة، ولكن أبلغ أميرك ليبحث عن منافس غيري. مع السلامة. لو كنت أعلم أن المختار حكيم حاذق يعمل المعجزات لشفاء المرضى لدعوته إلى هذا المريض الذي كاد أن يحتضر. أبو إسحاق أنفاسه قدسية، عندما نظرت إلى عينيه أحسست بذلك من النظرة الأولى، لا سيما الجرح الذي على عينه قد ذكرني بجرح والدي. في هذا الزي الحربي وهذا الوجه المبتسم أصبحت تشبه إلى حد ما بطلاً كانت أمي تحكي لي عنه الحكايات. كم كنت أغبط أبطال قصص أمك يا زوجتي العزيزة راحلة. بطل واحد لا أبطال، وذلك البطل اسمه مالك الأشتر وكان له جرح في عينيه يا إبراهيم. إذا أردت أحدث جرحاً على عيني كي أكون شبيهاً بمالك. أنت تشبه نفسك يا إبراهيم. لا أحد يستطيع أن يشبه مالك. عندما سمعت أنني سوف أكون عروس بيت مالك الأشتر كان قد راودني إحساس يشبه الرؤية، وعندما رأيتك خفت من تقطيبة حاجبيك. أنت لا تشبه أبداً ذلك البطل الذي كانت أمي تردد دائماً أشعاره وأقواله الحماسية وأراجيزه. مالك قصص أمي كان باسم الوجه رغم الألم الكبير الذي كان خفياً في صدره. مالك كان رجلاً عظيماً يا راحلة، حب الإمام علي صيره بطلاً. كان قد تعلم بشاشة الوجه من الإمام علي، حتى عندما كان في طريقه إلى مصر وكان السم الذي أطعمه إياه عمرو بن العاص يقطع كبده، كانت البسمة على شفتيه وهو يذكر الإمام علي. أنا أحاول أن أكون ولو مثقال ذرة شبيها بأبي مالك الأشتر. أراك قد ارتديت لامة حربك يا أخي، إلى أين إن شاء الله؟ إلى اللفقاء كي أزور أبا إسحاق
لماذا قررت فجأة؟ أمهلني حتى أرتدي ثيابي لأذهب معك. لا يا أخي لا، سوف أذهب وحدي. كنت قد وعدتك أن ترافقيني في رحلة القيام، إذن ارتدي ثياب السفر يا عمرة، فأنت من اليوم ستكونين مرغمة على سفر متواصل. ألا يمكننا البقاء في اللفقاء؟ عندما يكون القيام علنيا لن تكون اللفقاء آمنة، فالأفضل أن تكون أسرتنا كلها تحت سقف واحد. إلهي امنحني القوة كي أتعايش مع ناريا. هل نذهب أيها الأمير؟ بشرط واحد أيها القائد. أنا لم أبايع بيعة مشروطة، مرني أيها الأمير وأنا أنفذ. من أين سنبدأ؟ ما رأيك أيها القائد أن نترك اختيار الاتجاه للجوادين؟ جوادي يعرف طريق كربلاء، فلو تركته لاتجه نحو نهر العلقمة. دلدل لا تعرف الطرق، لكن مهمتها أن تأخذ المختار إلى المعراج. هذه هي المشرع التي بلغها أبو الفضل العباس. هل كنت صديقاً لأبي الفضل العباس؟ أنا والعباس قضينا فترة مراهقتنا معاً، وكنا في حرب صفين نتمرن على الحرب معاً. خيمتنا كانت واحدة، وكنا نقضي قسطاً من الليل في الأماني. كان العباس يتمنى أن يعطيه الله قوة ليكون جديرا بحمل سيف أبيه ذي الفقار. كان قد أدرك بكل أحاسيسه وحدة الإمام علي، وكان يريد أن يبلغ من القوة ما يجعل الإمام يقول مع وجود العباس لا حاجة إلى جيش، فأبو الفضل العباس نفسه جيش بكامله. كنا آنذاك صبيين، لا أحد يحسب لنا حسابا، وكان العباس غاضبا لذلك. ذات مرة
اعترض طريق أبي وقال له: يا مالك، خذني اليوم معك إلى الميدان، أريد أن أحارب معك. فضحك أبي وغضب العباس وانتفض كالأسد قائلا: يا مالك، أتظنني أقل منك كفاءة؟ أنا مستعد لمنازلتك، لنتسابق، فإذا غلبتك أخذتني. وضحك أبي ثانية فصح العباس مرة أخرى: لماذا تضحك يا مالك؟ أنا لا أمزح. فتمالك أبي عن الضحك وقال: يا عباس، أنا أعرف أنك مقاتل بارع، لكنك أنت قمر بني هاشم، وينبغي أن تبقى يا بني كي تضيء ليالي صفين الحالكة. وعندما سمع العباس تلك العبارة كف عن الإصرار. وينقل أن العباس وصل يوم عاشوراء إلى نهر العلقمة وكان شديد العطش، لكنه أبى أن يشرب الماء، وأخوه الإمام الحسين عطشان. ذات ليلة وثب من نومه مذعورا، وكان ينظر إلى يديه تارة وإلي تارة أخرى، فسألته: هل رأيت طيفا؟ فهز رأسه فسألته: ما هذا الطيف؟ قال وهو يجر أنفاسه: يا إبراهيم، رأيت أنني فقدت يدي، ورحت أبحث عنهما، وإذا بطائر يشبه النسر كان يحملهما بمنقاره ليأكلهما، فأردت أن ألتقط حجرا لأرميه به، ولكن بأية يد؟ فصحت به: أيها النسر، لا تأكل يدي. فتكلم النسر قائلا: وما تفعل بهاتين اليدين وأنت لديك هذان الجناحان الجميلان؟ أنا جائع جازع، كسير الجناح أيضا، أنا بحاجة إليهما، دعني أشبع بهما بطني أرجوك، أما أنت فحلق بجناحيك في السماء. وبعد واقعة كربلاء، عندما سمعت أنهم قد قطعوا يدي، تذكرت حكمة تلك الرؤيا. سنصل معا إلى قمة النصر إن شاء الله. أبا إسحاق، كم أود أن أعيد اسم أبي مالك مرة أخرى. مالك لم يمت ولن يموت يا إبراهيم. مالك بن الأشتر اسمه حي إلى يوم القيامة، يشع في سماء الكوفة، وعلينا أن نصنع ملحمة تخلدنا نحن. فالخطوة الثانية هي فتح الكوفة، علينا أن نخلص الكوفة من أيدي الزبيريين. أنا أوافقك على ذلك. سنبدأ الحرب ليلة الخميس في 14 من ربيعنا الأول، ما رأيك؟ جيد جدا. هل في هذه الليلة بالذات حكمة خفية؟ في الليلة 14 من شهر ربيعنا الأول، القمر كامل، ونحن ببركة لقب أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، وببركة ما ذكرته لي عن ذكرياتك معه ومع مالك الأشتر، سنبدأ قيامنا والقمر كامل.
يطل علينا من السماء كي نتذكر أبا الفضل العباس وبطولاته الملحمية. نتذكرها فنهاجم الأعداء بعون الله، لأن أمامنا 27 يوما لإعداد الجيش، كما أننا بحاجة إلى قوات ضاربة تتدخل لشن غارات مفاجئة لتشاغل العدو، وهذه مهمتك. سمعا وطاعة يا سيد المختار. لكن قيام المختار خطير جدا، ولا يمكن دفعه أبدا بالسياسة والمداراة والمذاكرات والمباغتات. فالمختار يريد السيطرة والحكم على الكوفة، يريد حكما علويا مستقلا عن حكم الحجاز، ومن أول أهدافه القصاص من أعداء آل علي. وتذكر كلامي جيدا، سوف ينتقم منهم انتقاما دمويا. صدقوني، هذه هي الحقيقة ولا غير ذلك. وأخيرا ظهر آل الزبير على حقيقتهم الشنعاء، فقد اتحدوا مع مجرمي كربلاء للتصدي للقيام. إنني أعد اللحظات لهذا اللقاء كي أطهر الأرض من هؤلاء الأرجاس أمثال عمر بن سعد بعون الله تعالى. إلى أين؟ ذاهبة إلى صيد قاتل أبيكم. قاتل أبينا؟ هذا القاتل لم تلده أمه بعد. هل انتقلت عدوى جنون أبيك إليك؟ تنح جانبا. إذا فتحت باب الدار سأقتلك أيتها المرأة. المقاتل في الفرقة الضاربة يستخدم كل ما يملكه سلاحا، من شاله وعمامته أو زمام سرجه كما ترون هنا. أخبر إبراهيم فورا ليأتي إلي هذه الليلة. حسنا يا أمير. توقفوا. أنت موقوف يا إبراهيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن منقذ، اذهب وأشعل النار في الحطب على سطح البيت.